بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها، امين. بدانا الكورس الثالث المره الماضيه وهذه الكورسات سلسله كلها بتدور في موضوع واحد، تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الأرثوذكس والخلقدونيين. عنوان الكورس الحالي هو مجمع خلقدونيا. تكلمنا المرة اللي فاتت عن ردود الأفعال اللي نتجت عن مجمع أفسس المسكوني سنة 449، وتقسمت الردود ديت ما قبل نياحة الإمبراطور ثيودوسيوس وردود الأفعال بعد نياحة الإمبراطور ثيودوسيوس. طبعا الدنيا اتغيرت كتير وبقى في نوع من التآمر بين المجموعة اللي اتحرموا، وبالذات تلاتة: سؤدوريتوس، ده يعني عنصر أساسي، وأوسابيوس أسقف دوريليم، وقدروا أن يستقطبوا لاون أسقف روما. وكان لما الامبراطور ثيودوسيوس رفض يتجاوب معاهم لانه كان على يقين تام بان ما تم في مجمع افسس تم بحق وعدل واستقامة، فابتدوا يتبعوا اساليب عالمية دنيوية غير مستقيمة في استقطاب الأطراف المعارضة للإمبراطور واللي فيهم ضغينة ضد الآباء الأرثوذكس، وبعض الأرستقراطيين، وكونوا صداقات معاهم. ولما جه طبعا تنيح الامبراطور ثيودوسيوس فكانت فرصة ذهبية بالنسبة ليهم، وتحالفت المصالح بين هذه المجموعة الصغيرة من المحرومين والمقطوعين وبين الإمبراطورة بولخاريا وزوجها مرقيان، لأن شرحنا المرة اللي فاتت الظروف اللي تملكوا بيها وإيه كان وضعهم في حياة الإمبراطور ثيودوسيوس. فتملكوا بصورة فيها شيء من الاغتصاب للحكم، لأن كانت العادة المرعية بين إمبراطورية الشرق والغرب، لأن هما كانوا عيلة واحدة، إن في حالة خلو العرش ان الامبراطور الاخر يعني امبراطور الشرق اتنيح، يبقى الامبراطور اللي يجي في الشرق ياخد شرعيته من اعتراف امبراطور الغرب بيه.
فكانوا محتاجين للاون ان يسندهم مع الأسرة المالكة في الغرب، غير ان هو بالفعل كان بدأ يستقطبهم كأطراف معارضة لثيودوسيوس أثناء حياته. فتكون التحالف الشرير بين السلطتين الدينية والمدنية. تطرقنا بالتفصيل لبعض الأمور، طبعا مش هعيد اللي قلناه، لكن نستكمل معا تسلسل الأحداث اللي هي أثرت على الفكر الكريستولوجي في تلك الفترة وما زال أثرها قائم، وده أهمية دراسة موضوعنا الآن. طبعا قلنا المرة اللي فاتت ان كان الامبراطور والامبراطورة فضلوا ان يكون المجمع في الشرق، لو ان كان طالب ان ينعقد في الغرب، فهم برضو تعضيدا لمكانتهم قالوا لا يتعمل في الشرق احسن، على اساس ده بيعطي مكانة لكرسي الشرق. وهذا الامر لم يكن على هوى لاون، لان هو كان طالب ان ينعقد في الغرب. فاسترضوه بطريقة اخرى، ان كل اللي انت عايزه هيتعمل كأنه في الغرب تماما يعني. فبذل لاون وفريقه قصارى جهدهم لضمان نتائج المجمع الذي سينعقد، فكلف الملكة بلغاريا بالضغط على الأساقفة للتوقيع على طومسه، ولا سيما أناطوليوس اللي هو أسقف القسطنطينية، لأن ده كان محسوب على الأرثوذكس، فعايز يضمن ان ده اول واحد لازم يبقى ايه ضمنه. فبلغاريا حققت له ما اراد، فبعثت له برسالة بتقول له من بلغاريا الغالبة الى حضرة لاون اسقف كنيسة روميا الجليلة. خلي بالكم بكرر واقول لحسن تفتكروا ان احنا ما بنعرفش عربي وبنكتب غلط، احنا ما بنجيب حاجة من مراجع بنحطها كما هي حتى باخطائها. الغيود الكتاب اللي هم روما نشرته بترجمة عربية في القرن ال17، فكانت اللغة ركيكة، بس انا محتفظ بيها عشان لا نتهم من احد بان احنا يعني حورنا او اولنا المكتوب. واحاول انا هيبقى قدامكم، لكن احاول اقرا الصح شوية من بلغاريا الغالبة الى حضرة لاون اسقف كنيسة روميا الجليلة. اعلم ايها الاب اننا قد قابلنا رسالة قدسك بغاية الكرامة والوقار غير المحدود. هو طبعا مش مكتوب كده، انا بعدل النص بس اللي مكتوب كما هو يعني، كما يليق لكل اسقف وبمضمونها الصحيح، بقيت عارف ان ايمانك هو طاهر كما يليق للبيعة المقدسة. وانا ايضا وبعلي الملك
شوفوا حتى لغة، يعني ما تقولش اللغة بقى بتاعت القرون اللي فاتت، بعلي الملك القوي مجتهد نعتقد على الدوام نظير إيمانك، فأما الشك والبدعة والخلاف فهم بعيدون عنا دايما. حينئذ أخبرك عن قدس أناطوليوس أسقف هذه المدينة الجليلة أنه يعتقد بالمذهب الأرثوذكسي، طبعا تقصد بالمذهب الأرثوذكسي اللي بتاعهم، لا هنا بيقولوا على نفسهم هم الأرثوذكس يعني، وأعترافه حسب الرسائل الرسولية، وطرد عنه تلك البدعة الخارجة من بعض أناس التي انتشرت الآن في البيعة المقدسة. ومن رسالته إليك تقدر تعلم حق إيمان. ثم هو ختم بخط يده الرسالة التي أرسلتها إلى فيليبيانوس على الطومس. الطومس دي اللي هي رسالة كان لاون أرسلها لفيليبيانوس. الأسقف الصالح الذكر وثبت بغير تعويق مضمونها الأرثوذكسي، فأما الآن فإن يتضرع إلى قدسك كما ينبغي وأسألك أن تأمر باجتماع جميع أساقفة الشرق، وذكر بعض الأسماء يعني الأماكن، كما شاء زوجي الملك الحنون، وهناك ينظر بأمرك الشريف فيما ينبغي لتحقيق الاعتراف الكاثوليكي، ثم يحكم أيضا بحنية مسيحية وأمانة نصرانية فأمر الأساقفة الذين منذ قليل من الزمان افترقوا على البيعة. أما بعد فإني أفهمك عن خبر جسد الأسقف فيليبيانوس الصالح الذكر أن زوجي المتحنن جلبه من موضع نفيه إلى مدينة القسطنطينية المجيدة ودفنوه بكرامة واجبة في كنيسة الرسل، حيث دفنوا الأساقفة الذين سبقوه في الرياسة. ثم أمر أن يرجعوا عن النفي أولئك الأساقفة الذين كانوا متفقين مع فيليبيانوس الصالح الذكر في أمر الإيمان الكاثوليكي، كي الأساقفة المجتمعين يحكموا عليهم وبقضيتهم يردوهم إلى كراسيهم كما يستحق تعبهم. وهنا نلاحظ كذا نقطة. أول حاجة، بلوخاريا أعلنت أنها وزوجها يعتقد على الدوام نظير إيمان لاون، وهو الإيمان الهرطوقي. تاني حاجة، أخضعت أناطوليوس ووقع على توماس لاون، قلت له أنا وزوجي بنعتقد بإيمانك. يعني أناطوليوس وقع على الطومس، أحضرت جسد فيليبيانوس وتم دفنه مع من سبقوه كقديس وكان محروم. ومن ثم يبقى كده قررت نتائج المجمع مسبقا، وهي الاعتراف بإيمان لاون ورد الأساقفة المحرومين، وهذا ما قد تم فعلا. وكأن المجمع إجراء شكلي أو تمثيلية ملفقة، يعني هم قرروا كل حاجة من قبل الأساقفة ما يجتمعوا خالص. وبالتالي أرسل لاون رسالة إلى مرقيان يعلمه فيها أنه كان يرغب في تأجيل عقد المجمع، ولكن خضوعا لأمر الملك
أرسل مندوبين عنه ويطلب من الملك، بيقول له لا تصبر أن المخالفين يعودوا ويتكلموا فيما بينهم بمجادلات. خلي بالكم، بيقول له ما تخليش المخالفين في الإيمان يعودوا يتناقشوا. وهو بذلك يريد أن يغلق الباب أمام الأرثوذكس حتى لا يشرحوا الإيمان المستقيم، ولكن تكون مهمة المجمع هي تقرير إيمان لون بحسب الطومس النجس كما يصفه الآباء. قال له ما فيش مجادلات، الأمر إيه؟ محسوم. ده مش كده وبس، وبعت يثني للإمبراطورة والإمبراطور على المقطوعين. اللي فات ده المرجع بتاعه اللي هم مضمون المجمع الخلقدوني اللي هم ناشرينه، أما المجمع خلقدونيا اللي كتبه سيلرز يقولوا هكذا يثني البابا على رجال الدين في العاصمة الذين ظلوا مخلصين لفليبيان اللي هو المحروم من أجل بلخارية، عشان هي أخضعتهم لكده أو أجبرتهم على ذلك. وقد نلاحظ أيضا أن أوسابيوس أسقف دوريليوم الذي في روما كان في شركة مع لاون وجوليان أسيوس على منواله قد أثني عليهما للأغسطى للبوليخاريا، يعني مدح لها وصاها على أوسابيوس أسقف دوريليوم اللي هو مخليينه في العصابة دهية متخصص في توجيه الاتهامات، فعاد يمتدحهم. ومش كده وبس، ده باعتراف المصادر الخلقدونية نفسها ان رغم ان أوسابيوس هذا قد قطع من الشركة بقرار من مجمع مسكوني، ولكن راح لروما هو وسؤدوريتوس فقبله لاون في الشركة وأعطاه الحل بقرار شخصي. ده بيعمل كده في امتى؟ في الوقت الذي يقيل فيه لاون الاتهامات إلى البابا ديوسكوروس وباقي الأرثوذكس ويتآمر عليهم لمحاكمتهم، نجده يثني على المحكوم عليهم ويمتدحهم للملكة ويوصيها عليهم ويثير ويشجع المعارضين للإيمان الأرثوذكسي. وأرسل أيضا رسالة إلى بلخارية يمتدحها ويشكرها على مساندتها له ويطلب منها بعض الأمور الأخرى. ومن أهم ما جاء في هذه الرسالة، هقرأ لكم جزء منها وأقول لكم الخلاصات بعد كده، بس بحب أجيب جزء من نص الرسالة عشان برضو نبقى عارفين. من لاون الأسقف إلى حضرة بلخاريا الغالبة: اعلمي أيتها الملكة التي كنت أتكل دائما على قداسة نيتك الغيورة وباجتهادك أن ليس أحد يقدر يظلم الإيمان الأرثوذكسي، إذ كان منافقين كثيرين يريدون أن يسجسوا لكون الله سبحانه منح لبيعته مناصرة حضرتكم، فإني الآن
قد بقيت أعلم غاية تحقيق هذا الأمر بواسطة كاتب التجارية، يعني التجار يعني اللي كانوا بيبحروا بيروحوا بينقلوا الأخبار يعني. فلهذا أنا أصلي لكي يكافئك بسر الرحمة ونظير اجتهادك وتعبك، لأنك قد نصرت نياب المرسلين من جنابي إلى نواحيكم، وخلي بالكم من اللي جاي يعني، ورديت الكهنة المظلومين إلى كنايسهم، وعملت أن جسد فيليبيانوس الأرثوذكس الطاهر دفن بكرامة واجبة في كنيسته، وتريد تستأصلي جميع شوقا وقرطبا من حقل الرب. من أجل ذلك أنا بجيب بعض حاجات عشان الأسلوب يعني ركيك شوية، إني بقيت عارف من أخبار أناطوليوس المقبول عندك أن بعض من الأساقفة الذين ثبتوا الأمور المنافقة، يعني بدأ مع الضغط على الأساقفة اللي كانوا حضروا مجمع أفسس، بدأوا يضعفوا أمام تهديد ووعيد الملكة، فبيقول أنهم من الآن نادمون عن جرمهم ويطلبون الغفران عن زلاتهم ويريدون الاشتراك مع الأرثوذكسيين، وأنا رضيت من رغبهم بحسب الشرط. يعني واجب أنهم أولا يعترفوا بخطيتهم يعني، ويحرموا ذنبهم، ويثبتوا اعتراف أفواههم بخط إيديهم. ولهذا فإني قد أعطيت سلطان لنيابي والأناطوليوس، شوفوا النبرة بتاعت لون بقى، يعني إدى سلطان لأناطوليوس، يعني أكنه هو السلطان المطلق، وأساقفة القراسي بياخدوا يستمدوا سلطانهم منه يعني. أعطيت سلطان لنيابي والأناطوليوس الأسقف المذكور لكي يحكموا في ذلك الأمر. خلي بالكم من اللي جاي دهية. فلذلك أخبرك عن أوسابيوس أخينا في درجة الأسقفية، إنه يشترك معنا ونرده لكنيسته، لأنه كان مظلوما ومطرودا منها بغير عدل. ثم أتضرع إلى حضرتك ونرغب منك أن تنصفي يوليانوس الأسقف أخينا في خدمة الكهنوت، ثم أيضا كانت الكنيسة القسطنطينية الذين كانوا متفقين مع فيليبيانوس وكانوا أصحابه أمناء. ده كله قرارات بتتاخد، ده لسه المجمع ما انعقدش، لكن القرارات اتخذت خلاص. فواضح جدا هنا نلاحظ الآتي، إن بلخاريا استخدمت سلطان المملكة للتدخل في شؤون الكنيسة الإيمانية، لأن كل دول محرومين بسبب الإيمان، للتدخل في شؤون الكنيسة الإيمانية والطقسية بصورة لم يسبق لها مثيل، فقامت بالضغط على الأساقفة ولا سيما أناطوليوس للتوقيع على توموس لاون. كذلك نصرت نواب لاون على الأرثوذكس، حاجة تاني قامت برد جسد فيليبيانوس من المنفى كقديس، وده مش من صلاحيتها. قامت بإرجاع الأساقفة المحكوم عليهم إلى كراسيهم، ولا سيما أوسابيوس عدو الإيمان، وكأن مجمع خلق دنيا قد انعقد للتصديق على كل ما تم عمله بالفعل من أعمال مخالفة للإيمان الأرثوذكسي
وقوانين وطقوس الكنيسة، فكان هذا المجمع وصمة عار لا تمحى على مدى التاريخ، يظهر ماذا تكون النتيجة حينما تتآمر قوى الشر مع سلطان الظلم. وهنا نرى الفرق الكبير بين الأبرار وخائف الله من الإكليروس أصحاب السلطة الدينية، ومعهم الأبرار من أصحاب السلطة المدنية. نرى الفرق بينهم وبين الأشرار من أصحاب السلطتين. فحينما حكم على أوطاغي من خلال مجمع مكاني، ورغم تأكد الملك البارس أوديسيوس من الظلم الواقع عليه بعد أن تأكد من حدوث التزوير من خلال تحقيق رسمي بواسطة مجموعة من الأساقفة والمدنيين، ورغم تقديره لأوطاغي وحبه له، إلا أنه احترم قرار المجمع المكاني وانتظر حتى يحقق في الأمر مجمع مسكوني رسمي لكي يرفع الظلم عنه. في حين نجد في المقابل بلخارية ومرقيان ومعهم لاون، وموقفهم من الأساقفة الذين تم حرمهم من خلال مجمع مسكوني رسمي وبإجراءات عادلة وفقا للشرائع الكنسية والمدنية، فنجدهم يتجاسرون على الازدراء بكل الشرائع والأعراف وعلى قرارات المجمع المسكوني وأحكامه، ويردون هؤلاء المحرومين والمجدفين إلى رتبهم غير مبالين باحترام قرارات وأحكام المجمع المسكوني وتصديق الملك البارس أوديسيوس على هذه الأحكام. شفتوا انتوا الفرق؟ أوطاغي اتحكم عليه لما كان عقبة في طريقهم وقرروا التخلص منه ودبروا له محاكمة ظلموه فيها وادعوا عليه بما لم يقله، واشتكى بالتزوير، فالإمبراطور شكل لجنة. الحاجات دي درسناها من الأسقفة، حققوا لقوا فعلا في تزوير، لم يعتمد قرار اللجنة حتى دهيت، لأن في مجمع مكاني حكم ودعا إلى مجمع مسكوني، لأن الأمر بقى ما كانش يتعلق بأوطاغي وبس، لا، كان في مجموعة عاملة قلق في الكنيسة، والمجمع خد قراره. هنا الفرق، محدش ادى حل لأوطاغي قبل المجمع ما ينعقد ويحقق، والإمبراطور نفسه احترم القرار الكنسي وما اعتمدش على سلطته الرسمية السياسية، ولكن ادى فرصة للكنيسة بسلطتها هي اللي تحكم انه مظلوم او مدان. وهنا بنشوف الفرق بقى بين الشخصيات، سواء سلطة دينية او مدنية، بين الابرار وبين الاشرار. وفي رسالة اخرى من لاون المجدف الى بلخارية الشريرة يقول: ثم أخبر لحضرتك إني أرسل إلى عندكم يوليانوس الأسقف وباسيليوس القس إخوتي في خدمة الكهنوت،
وهما مع أناطوليوس أخينا سيعملوا كما كلما أمرتهم به كحسب قوانين البيعة. لن كان ينبغي لنا أن ننزع عن شركة الأرثوذكسيين اسم نسطور، بيدعوا أن هم ضد نسطور، وزي ما قلت لكم اختزلوا أخطاء نسطور أنه رافض أن العذراء والدة الإله، وإحنا قلنا العذراء والدة الإله، فخلاص يبقى هو ده هو اسم إيه؟ نسطور. يعني سطحوا أخطاؤه. فبيقول ينبغي لنا أن ننزع عن شركة الأرثوذكسيين اسم نسطور كذلك أيضا، هو ده بقى المهم اللي عايز يقوله، يليق لنا أن نرفع عنهم تجديف أطاخي، لأن كما هو منافق القول عن الابن الذي هو مساوي للأب في الأزلية وفي كل شيء أنه ليس ولد جزانيا من العذراء، كذلك أيضا منافق مثله، وهو ذلك الكلام أعني أن ابن الله له طبيعة واحدة فقط من بعد سر التجسد، لكون مقالة الإثنان تنكر من كل جهة أحد من أحد الجوهرين، أعني أم تنكر اللاهوتية أم يضمحل الناسوتية، وذلك هو كفر عظيم، لأن ليس أحد من الذاتين تحول إلى الآخر، ولا طبيعة الناسوت تضمحلت حيث اتخذت مع اللاهوت، بل حق طبيعة الكلمة التي هي بريئة من الاستحالة، وحق هو الجسد والنفس الناطقة العقلية هما بقيتان متحدتان في توحيد أقنوم الكلمة غير مفترقتان. أما بعد، فإني أتضرع إلى حضرتك وأسألك أن تحمي نياب المرسلين من جناب الكرسي الرسولي كي يحكموا بعدله في كل ما يجب. ثم ينبغي لحضرتك، خلي بالكم من الحتة الجاية دي، أن تجتهدي وتأمري أن أطاخي ينفى بعيد عن القسطنطينية كيما يتعشر مع المخالفين. وهنا نلاقي الافتراء. أولا، لاون ينسب إلى أطاخي ما لم يقله، إن أطاخي قال أنكر الناسوت. طبعا احنا شفنا أعمال المجمع اللي هم نشروها، أطاخي ما قالش كده. طبعا لو قال كده كلام غلط لا يقبل، لكن التحقيقات اللي هي سواء اللجنة اللي شكلها الإمبراطور وفي المجمع المسكوني اتضح لم يقل هذا على الإطلاق. إن لاون يتهم من يقول بالطبيعة الواحدة، ويقصد طبعا القديس ديسكورس. أطاخي حد عمره سمع إن في كتاب لأطاخي، في مقالة، في عظة؟ فكانوا يعني أطاخي ده حاجة وسيلة يهاجموا بيها كان البابا كيرلس والقديس ديسكورس، فهو يقصد القديس ديسكورس دون أن يكون له الجرأة على التصريح باسمه. ليه بقى؟ القديس كيرلس والقديس ديسكورس لهم تعليم مكتوبة، لهم أقوال واضحة تنفي هذه التهم. فهو يقول له أطاخي، وبعدين خلي بالكم من اللي جاي، بأنه يعني وحدة مجردة إما لاهوت أو ناسوت، أو أنه قد حصل تحول، وهذا ما لم يقل به أحد. يعني ما بيقول الطبيعة الواحدة بيعبر عنها أنها وحدة إيه؟ إما لاهوت أو ناسوت،
حد عمره قال كده أو حدث تحول، وهذا أيضا ما لم يقل به أحد، وهذا هو الاتهام الذي سبق توجيهه إلى القديس كيرلس. فاكرين لما اتهموا القديس كيرلس بكده ورد عليهم في الرسالة رقم 46، قالوا له انت ما تقول طبيعة الواحدة كأن الناسوت تلاشى واضمحل وصغر. والبابا كيرلس رد عندهم اللي يقول طبيعة واحدة يبقى كأنه بيلاشي ايه الناسوت على طول. وفي هذه الرسالة يعلن لاون هنا عقيدته الفاسدة أن الطبيعتين متحدتين بغير افتراق في الأقنوم، أقنوم الكلمة، الوحدة وحدة أقنوم، يبقى مفيش اتحاد طبيعي. وهو هنا يستخدم تعبيرات مضللة يغلب بها فكره النسطوري، فالاتحاد الطبيعي هنا ليس بين الطبيعتين ولكن اتحاد كل منهما بالأقنوم. والأقنوم هنا يعني البروسوبون، والكلام ده سودوريتوس اللي قال نقصد بالأقنوم الايه البروسوبون. كما قال نسطور ومن ثم فهو اتحاد خارجي أدبي في السلطة والكرامة وليس اتحاد حقيقي جوهري، كما نجد في هذه الرسالة يطلب منها صراحة حماية نوابه مع أناطوليوس لتنفيذ خطته. والأمر العجيب بقى نجده في هذه الرسالة يطلب نفي أطاخي، وهنا العجب، فإذا كان المجمع قد انعقد من أجله فلماذا ينفى قبل قرار المجمع؟ مش المفروض يبقى في تحقيق معاه؟ هل هي محاولة لإثبات التهمة المنسوبة إليه حتى لا يكون هناك فرصة للرد؟ ينفى، ما يبقاش موجود خالص، يبقى مفيش هيرد، مش هيدافع. وهنا يبقى السؤال قائما، لماذا انعقد المجمع إذن؟ إذا كان المتهم هينفى ومش هيحضر، والتهمة الرئيسية إزاي حل أطاخي؟ عشان كده بيوريكوا المجمع له هدف آخر مش أطاخي. طبعا الأمور كلها بقت ماشية حسب هوى هذه المجموعة المتآمرة، فلاون راضي ومبسوط، الدنيا ماشية حسب ايه؟ حسب ما هو عاوز. فبيعبر بقى صاحب كتاب مجمع خلق دنيا، لكن أسقف روما لم يكن يتصور حلا بعد هذا الأمر، يعني حاجة بقى يعني فوق ما يتصور، أكثر مما يطلب. العديد من الأساقفة الذين قد أجبروا على الخضوع لإملاءات ديسكورس في أفسس الآن يلتمسون التوبة لشركتهم مع المجمع الذي كان قد أعطي اسم شرير، اللي هو مجمع أفسس. يعني العديد من أساقفة مجمع أفسس الثاني بدأوا يقدموا توبة نتيجة جهود بولخاريا وما يستخدمونه من وسائل. وأيضا الإكليروس في القسطنطينية وبالمثل رؤساء المتوحدين الذين ضد أطاخي الآن بجرأة يؤيدون
أنفسهم، بيبقى أنفسهم قضية لون. هؤلاء توسلوا لمرقيان أن يزيل أطاخي من ديره وأن يقيم مكانه شخصا يؤيد المعتقد الأرثوذكسي، وهي خطوة يؤيدها البابا بشدة. علاوة على ذلك، كان لديه كل الأسباب لتجعله راضيا عن سير الحركة لصالح أصحاب الطبيعتين في الشرق. إيه بقى؟ كان مرقيان وبلخاريا قد أجبر أناطوليوس، ده مين اللي بيقول كده؟ سيلرز، مش احنا اللي بنقول أجبروه، المراجع بتاعتهم هم اللي بيقولوا. كان مرقيان وبلخاريا قد أجبر أناطوليوس والأساقفة في القسطنطينية على قبول التومس، وفي نفس الوقت حرم كل من نسطور وأطاخي في مجمع مكاني. والأكثر من ذلك هو إرسال التومس في كل مكان إلى المقاطعات، وكان المطارنة يوقعون عليه. مندوبين بقى رسميين يروحوا للكل، توقع على التومس، يوقع على التومس وإلا يتشال. طبعا نفس المرجع بيقول هكذا شهد أستاسيوس من بيروت في خلق دنيا. مرة أخرى في رسالته إلى، معلش الأسماء بتبقى يعني صعبة شوية نطقها، مكتوبة قدامكم، الذي كان يقود الوفد الروماني في خلق دنيا، أخبر لاون صديقه القديم أن كنيسة القسطنطينية بكاملها مع كل الأديرة والعديد من الأساقفة قد وافقوا على ذلك التومس، وأنهم باشتراكهم حرموا نسطور وأطاخي بمذاهبهم. في الوقت نفسه أرفق نسخة من التومس وقائمة النصوص الآبائية حول عقيدة التجسد من أجل الاطلاع والدراسة بتمعن. وأخبر البابا باشيسينوس اللي هو المندوب بتاعه أن أناطوليوس قد أخبره أنه في أنطاكيا ماكسيموس خليفة ديمنوس أرسل تعليمات إلى جميع أساقفته، وأن هؤلاء أيضا وافقوا على التومس وحرموا الهراطقة. ده جت في مؤرخ تاني اسمه منسي، بيشرحوا إزاي بيبعتوا في كل مكان وعايزين يضمنوا إن الكل يكون موافق على تومس لون من قبل ما يدخلوا المجمع. ونلاحظ هنا بقوة أن كل الادعاءات التي يتهمون بها البابا ديسكورس بإجبار الأساقفة على قبول وتأييد قراراته، هما بيتهموا البابا ديسكورس بكده، يتهمون بها البابا ديسكورس بإجبار الأساقفة على قبول وتأييد قراراته، كانت تعتبر نوع من الإسقاط بما فعلوه هم أنفسهم، ويشهد تاريخهم بذلك. فقد قام مرقيان وبلخاريا بإعاز من سؤدوريتوس الذي كان مصادقا أرستقراطي أناطوليوس، وأيضا من لاون ومفديه بإجبار الأساقفة على قبول التومس والتوقيع عليه قبل انعقاد المجمع حتى يضمنوا النتائج التي يريدونها. خلي بالكو كل الاتهاماتهم للبابا ديسكورس، يقول ده البابا ديسكورس اكبر الاسقف ان هم يوقعوا على قرارات المجمع. ويستمر اجبار الاكليروس للتوقيع على تومس لون ومعاقبه من يخالف ذلك.
فجيف سيلرز برضو يقول في هذا الوقت اشتكى فاوست وغيره من رؤساء المتوحدين في القسطنطينية إلى مرقيان من أن أنصار أوطاخي وخاصة رهبان ديرو لم يطيعوا تحذيرات أناطوليوس والمجمع المكاني بضرورة اتباع أولئك الذين يقبلون الآن الطومس، فيجب معاقبتهم ما لم يغيروا رأيهم، كما طلب من مرقيان تعيين رئيس متوحدين آخر بدلا من أوطاخي. اللي ما يوقعش لازم ايه؟ يتعاقب. نشوف بقى تناقض عجيب بين الأقوال والأفعال. في رسالة لاون للمجمع وإلى مرقيان أصر لاون أنه قبل كل شيء ينبغي الحفاظ على سلامة الإيمان الكاثوليكي ودحض كل المعارضة له، وكتب قائلا على الرغم من أن التقدم في العمر وضيق الوقت منعه من الحضور إلا أنه سيكون مع الأساقفة بالروح في استمرارهم في الحفاظ على الإيمان، وأن الاعتراف الأرثوذكسي النقي في سر التجسد قد أعلن في الطومس. يعني هو مش هيبقى موجود، لكن الاعتراف الأرثوذكسي اطمئنوا أنا مش موجود جسديا، لكن أنا بعت لكم الإيمان اللي تؤمنوا به موجود فين؟ في الطومس، الذي أظهر بوضوح عظيم الإعلانات الموثوقة في الإنجيل وأقوال الأنبياء وتعليم الرسل، والإيمان الذي يعارض كل خطأ بإسقاط نسطور في جانب وأوطاخي وأتباعه في جانب آخر. قد تم الإعلان عنه بوضوح كامل، ومطلوب الآن، دي رسالة لون اللي أنا بقراها، حيث أنه كما فهم أن الجميع جميع الأساقفة الشرقيين قد وافقوا رسميا على هذا الإيمان وإدانة الهرطقتين، كان على الأساقفة أن يقدموا شفاء العدالة للجروح التي سببها مجمع أفسس واستعادة أولئك الذين تم خلعهم وإصلاح الأخطاء، لأنه إذا كانت رغبته الملحة أن يتخلى الجميع عن أخطائهم فلا يكون هناك أي احتياج لأن يفقد أي أحد رتبته. علاوة على ذلك أن ينزع أي نقد معاد قد يوجهه أولئك الذين عارضوا الطبيعتين ضد الإجراءات القادمة. يجب أن يكون معلنا أن الشرائع التي وضعت ضد نسطور في مجمع أفسس السابق برئاسة الأسقف كيرلس صاحب الذكرى المقدسة يجب أن تحفظ بكامل قوتها. خلي بالكم من الحتة ديت أوي. في الواقع كان لديه أمل كبيرة أنه بهذه الطريقة سيتم تحقيق المصالحة بين أنصار عقيدة الإسكندرية المتحمسين، إن قال إن الشرائع اللي وضعت ضد نسطور في مجمع أفسس برئاسة كيرلس يجب أن تحفظ بكامل قوتها. وهنا نرى عجبا حيث التناقض بين البين بين الأقوال والأفعال، إذ يقول لون أن الشرائع التي وضعت ضد نسطور في مجمع أفسس السابق برئاسة الأسقف كيرلس صاحب الذكرى المقدسة يجب أن تحفظ بكامل قوتها، وهي في الوقت نفسه وهو في الوقت نفسه أول من يخالفها ويعارضها
فالإيمان بالطبيعة الواحدة والبنود الاثني عشر للقديس كيرلس تتعارض تماما مع توماس لاون وتأكيده على الطبيعتين. ولكن ليس هذا بغريب على لاون وسؤدوريتوس وأوسابيوس وأتباعهم، ففيما هم يناقضون ويخالفون تعليم القديس كيرلس ويعادونه نجدهم يتهمون من يؤمن بتعليمه وعلى رأسهم القديس كيرلس بمخالفته لتعليم كيرلس. هنا بقى عجب العجاب، سؤدوريتوس ذا عدو القديس كيرلس وشتم وأهان وجدف عليه هو واللي معاه كلهم. توماس لاون ده كتاب السؤدوريتوس يتعارض تماما مع البنود ال 12 بتاع القديس كيرلس. لكن من أكثر المخلصين كانوا للقديس كيرلس البابا ديسكوروس طبعا، وطاخكا من المخلصين، يتهموا ان هم مخالفين لكيرلس. شوفوا العجب، مين يتهم مين؟ اعداء القديس كيرلس يتهموا ولاده وتابعيه ان انتم مخالفين ايه؟ كيرلس. كيرلس عندهم هو مين؟ هو ما يدعونه بمصالحة 433، هو ده كيرلس بالنسبة لهم اللي هو تبرأ منها وقال أضافوا خلسة بعض التعبيرات التي تظهر أنهم يكونوا أنقياء تماما من هذا النسطور، وقال ده كلامهم هو، كلامه هو، لم يطلب منا أحد بيانا أو نظر بيانا لأحد، اللي هو بيسموه بيان أو وثيقة المصالحة. وإذا خلي بالكم مصالحة 433 محور الأحداث كلها، عانى منها القديس كيرلس في حياته ودفع عن نفسه في الإدعاءات التي ادعونها ضده، وحاولوا بعد كده في حياة البابا ديسكورس أن يقرروها عن طريق محاكمة أطاخي كمعارض ليها بصفة معارض لكيرلس. فجاء القديس ديسكورس وضحضهم بالبرهان الساطع، وكان قبليها بيعلن ويقول ان ممكن يبقى في سلام وشركة لو يعترفوا صراحة بالبنود الاثناشر للقديس كيرلس. وصال سيودوريتوس وجالا خائفا من ان يقبر على الاعتراف بالبنود الاثناشر. وكل كتابة كتبت بعد ذلك كانت متوافقة ومبنية على كده. غير كده يقولوا احنا نتهم ان احنا ضد كيرلس. هل تتخيلوا هذا؟ ان كيرلس اقر بالطبيعتين وانتوا بتقولوا لا ده مش تعليم كيرلس. فعجب العجاب، ده لسه هنشوف في خلق دنيا اما البنود ال 12 تيجي مناقشتها يحصل ايه. ارسل الملك، الملكان طبعا كانت الرسائل بتبعت دايما باسم الملكين، فالنتينيانوس وماركيان، باعتبار ان هم يعني الامر يهمهم مع بعض. رساله ارسلت الى الاساقفه ليجتمعوا في نيقيا، ووعد الملك بالحضور ما لم يشغله امر ضروري. الرساله بتقول من عند الملكان فالنتينيان وماركيان الغالبان دائما الى حضره جميع الاساقفه المكرمين، ولأن بعض الناس جعلوا في البيعة شكوك ضد الإيمان الأرثوذكسي كما تبرهن لنا من رسائل قدس لاون المطران روميا الأسعد من الجميع، فلذلك نأمر باجتماع مجمع في مدينة نيقيا، ونرغب أن جميع الأساقفة يجتهدوا بغاية الاجتهاد
وينظروا في أمور المنافقين الذين تجاسروا وسجسوا المذهب الأرثوذكسي، ويظهروا لجميع العالم الإيمان الحقيقي لكي ينزعوا عن البيعة المقدسة كل ريب وخصومة. فإما ينبغي لقدسك أن تسرع بالحضور إلى المدينة المذكورة قرب أول أيلول ومعك بعض من أساقفة إقليمك المختارين منك معلمين بالحق وأصحاب معرفة كتب المقدسة وعلم الإيمان الأرثوذكسي، وكل من خالف أمرنا ويعنف في المجمع المزمع الكل فهو يسخط الله ويسيء إلى عبادتنا. أما بعد، يعلم قدسك أني سأكون حاضر في المجمع بنفسي لو لم يحدث أمر ضروري يشغلني. الدعوة وجهت للأسقف في كل مكان. إمتى بقى وجهوا الدعوة؟ إمتى بقى خدوا قرار توجيه الدعوة؟ بعد ما وخدوا توقيعات من الكل. نعم، الرسالة دي راحت للبابا ديسكورس بس محدش راح له يوقع لسه. ده اللي هم يعني هو بقى العقبة الوحيدة في سبيلهم البابا ديسكورس. قعدوا يلفلفوها في المناطق الأسيا وأنطاكيا والمناطق القريبة دهية، ما اتبعتتش للبابا ديسكورس. طبعا لما اتبعت للبابا ديسكورس بحضور المجمع، رغم انه شايف ان ايه ضرورة المجمع، ايه الجديد، ايه الامر اللي يحتاج بت فيه، مفيش حاجة، الامور كانت مستقرة جدا والايمان في غاية الكمال وما فيش اي حاجة غير التلاتة دول اللي عاملين ايه قلق. وموت الامبراطور طبعا ادهم فرصة. فلما بعتوا دعوة لحضور الأساقفة، يقول سيلرز: في هذه الأثناء كان الأساقفة قد شقوا طريقهم إلى نيقيا لافتتاح المجمع في 1 سبتمبر، لكن وصول أغسطس بلخاريا ومرقيان تأخر وصولهم يعني، وبدأ الأساقفة في الشكوى. بناء على ذلك أمروا بالتقدم إلى خلقدونيا التي كانت قريبة جدا من العاصمة، ودي يعني ليها حكاية تاني هنقولها دلوقتي. لكن بيستطرد ويقول إيه: لكن العمل المتسارع لديوسكوروس في هذا الوقت كان بمثابة تحذير بأن مهمة إعادة السلام إلى الكنيسة لن تكون أمرا سهلا. فعندما كان في طريقه إلى خلق دنيا، ده البابا ديسكورس بقى رايح بالوفد معاه، ولم يكد يصل للساحل الأسيوي، طبعا اول لما وصل لساحل اسيا ديري بقى باللي ايه باللي حاصل كله، والطومس المنتشر واللي فيه من بدع وهرطقات وبقبول الأساقفة المقطوعين في الشركة، الأخبار كلها إيه وصلت له، وأن الطمس ده بيوقعوا عليه أسقفة كتير، وفي ليبيانوس راجع رجعوا رفاته، وسودوريتوس في شركة مع لاون، وأوسابيوس في شركة مع لا، بديري بالحاجات دي كلها.
ولم يكد يصل للساحل الآسيوي إلا وقام ومعه 10 من مساعديه بجرأة بقطع لاون. راح عمل مجمع مصغر من الأسقف اللي معاه وقطع لاون من الشركة، لأن لاون قبل في شركته المقطوعين، وأصبح في وثيقة تدين لاهوتيا، وذلك اقتناعا منه بأن توماس هذا الزعيم لأصحاب الطبيعتين كان مصابا بشكل واضح بتعليم الملعون نسطور. خلي بالكم اللي جاي ده بقى كلام سيلرز، بيقول بالرغم من أنه كان يعلم جيدا ما يخبأ له، إلا أنه كان لابد أن يكون النضال حتى النهاية، وذلك ما كان أسقف الأسكندرية معنيا به. كان يعلم الدنيا هترسي إزاي، الكل خاف ووقع، لكن هو بكل جرأة وشجاعة لا يضع الاعتبار لشيء إلا خلاص نفسه واستقامة الإيمان، حرم وقطع هذا الطومس اللي بيوقعه عليه بالموافقة، وقع عليه بالحرم والقطع وهو يعلم ما يخبأ له. لكن ده مين اللي بيقول كده؟ واحد مش مننا على فكرة. يقول وذلك لأنه كان لابد أن يكون النضال حتى النهاية، حط في باله لازم يجاهد حتى الإيه، وذلك ما كان أسقف الإسكندرية معنيا به. حقا ده كلامنا بقى، حقا كان البابا ديوسكوروس هو بطل الأرثوذكسية العظيم، ففي الوقت الذي خنع فيه بعض الأساقفة الأرثوذكس وضعفوا أمام التهديد والوعيد ووقعوا على توماس لاون، نجد البابا ديوسكوروس ومن معه من الأساقفة المصريين يقطعون لاون اقتناعا منهم بأن تومسه مصابا بشكل واضح بتعليم الملعون نسطور، بالإضافة إلى أنه كان قد قبل في شركته الهراطقة الذين حكم عليهم في مجمع مسكوني مزدريا بسلطان المجمع وبالإيمان. ولكن بالرغم من أن البابا ديوسكوروس كان يعلم جيدا ما يخبأ له نتيجة لذلك، إلا أن ما كان معنيا به هو النضال إلى النهاية من أجل الإيمان. انشغال الملك عن الحضور في نقيا خلاه يبعت اعتذار عن الحضور، يقول من عند الملكان فالنتيان ومرقيان الغالبان دائما إلى حضرة الآباء المجتمعين في نقيا، أخبركم بذلك، أعني أن بعض أمور ضرورية للملك شغلتني ولا أستطيع الحضور إلى عندكم في المجمع. هو بعد كده نعم الملك انشغل فبعت اعتذار أنه مش هقدر أحضر في نقيا، نقيا كانت بعيدة شوية عن القسطنطينية مقر. كل الأساقفة تقبلوا الأمر، يعني حاجة يعني واحد مش قادر يحضر لظروف خلاص، إلا نواب لاون قالوا مش ممكن نحضر إلا الملك حاضر. فلما قالوا كده فأرسل الملكان الأساقفة المجتمعين في نقيا لكي ينتقلوا إلى خلق دنيا بناء على تصميم نواب لون على حضور الملك، إذ جاء فيها من الملكان فالنتينيانوس ومرقيان، اعلموا أيها الآباء
أن حيث إني كنت مستعجل بالحضور إلى المجمع، فحينئذ حدث لي أمر ضروري وشغلني، ولذلك لا أستطيع أن أحضر إلى عندكم. ثم أيضا بلغوا إلى عندنا الأساقفة والقصوص المكرمين المرسلين من جناب لون المكرم مطران مدينة روميا السعيدة، وأخبرونا أن ليس يستطيع يكون عندكم في المجمع لو لم نكن نحن حاضرين فيه، وألزمونا في ذلك. فإما إن كان يعجبكم فتفضلوا وأحضروا إلى مدينة خلق دنيا. فخلوا الأساقفة يجوا من نقيا لغاية خلق دنيا. طب ليه خلق دنيا؟ طب ما القسطنطينية هو في القسطنطينية، وانعقد مجمع قبل كده في القسطنطينية، لكن ليه في خلق دنيا وهي يعني مكان نائي شوية؟ ليه؟ ليه؟ هقول لكم ليه. لماذا لم يقع الاختيار على القسطنطينية نفسها؟ في واحد اسمه جلند، كتاب Life and the Times، اقتباس جابه سامويل في كتاب The Council of Chalcedon Re-examined، إعادة فحص مجمع خلق دنيا. قال: ولم يقع الاختيار على القسطنطينية نفسها كما يعلن جلند، لأن الإمبراطور أراد أن يمنع معضدي أطاخي من التأثير على إجراءات المجمع. كان في القسطنطينية الرهبان والشعب والإكليروس أرثوذكس، هم قدروا على القيادات، لكن باقي جسم الكنيسة ما كانش مالكين ايدهم منهم. فعشان يتجنبوا اي ردود افعال فخلوها في مكان نائي في خلق دنيا. في مفاجآت بقى، شوفوا مين كان من ضمن المدعوين تاني. شخصية مهمة جدا كانت مدعوة لمجمع خلق دنيا، يذكر زكريا الفصيح في كتابه التاريخ الكنسي أن مرقيان كان مؤيدا لعقيدة نسطور وميالا له. أرسل يستدعي نسطور من مكان منفاه هو ودروسيوس الأسقف الذي كان معه. تفتكروا مين ورا الحاجات دي كان؟ نعم، سودوريتوس. كل ما سعاه من أيام مجمع أفسس 431 من أجل هذه اللحظة، يرجع ايه؟ نسطور، ويختزلوا اخطاء نسطور كلها في تعبيرات اخرى. عايزين تقولوا والدة الاله قولوا، بس بمعنى انها ولدة هنشرح دلوقتي الهيكل اللي خدوا الكلمة الاتحاد الطبيعي. لا، اتحاده في الاقنوم. الاقنوم يعني البروسوب، يعني اتحاد خارجي، يبقى مفيش اتحاد طبيعي. يستخدموا اللفظ لكن بلا يفرغوه من معناه خالص، وده نسطور نفسه موافق على كده، وده اللي عملوه اللي كان بيقول ويصول بيه سودوريتوس، يفضل يحور في التعبيرات يتلاعب بيها تاخد شكل ويتضمنها معنى وتفسير آخر. فبيقول ايه؟
ومرقيان هذا المتعاطف مع عقيدة منصور وكان ميالا نحوه أرسل التربيون يوحنا يستدعي نصور من مكان عقابه في المنفى. كان فين بقى نصور في الوقت ده؟ في أخميم. ويستدعي أيضا دروسيئوس الأسقف الذي كان معه. وحدث بينما كان عائدا أن استخف بالقديسة العذراء والدة الإله وقال: من تكون مريم؟ ولماذا يجب أن تدعى والدة الإله؟ يعني هو كان هيضطر يقول والدة الإله، لكن يعني مش ولماذا يجب أن تدعى والدة الإله؟ ولكن حكم الله العادل حل به سريعا كما حدث في حالة أريوس سابقا الذي جدف على ابن الله فسقط من على البغل وقطع لسان هذا النسطور وأكلت الديدان فمه ومات في رحلته، ومات أيضا مرافقه دروسيوس. وحينما سمع الإمبراطور بذلك حزن بشدة وكان يفكر فيما حدث وكان في شك فيما يجب أن يفعله. ويستطرد زكريا الفصيح قائلا: وعلى كل حال قد كتبت رسالة بواسطة التربيون يوحنا وأعطيت إلى ديوسكوروس ويوبناليوس طالبا منهم معا الدعوة لمجمع عاما، وأعلمهم أيضا يوحنا بما حدث للنسطور ودروسيوس. وحينما كان أساقفة كل المواضع الذين دعوا يعدون أن يلتقوا في نقيا، فإن التدبير الإلهي لم يسمح بذلك، حيث أن الإمبراطور أصدر أمرا جديدا بأن الاجتماع يجب أن ينعقد في خلق دنيا حتى لا تكون نقيا موضع اجتماع العصاة. طبعا زكريا الفصيح ده يعني محسوب على الكنيسة الأرثوذكسية. ميخائيل الكبير أيضا أورد هذا الأمر. شوفوا بقى الكلام اللي ممكن تفتكروا إن أنا اللي بقوله، الهدف من المجمع إيه ومين اللي في الصورة، لكن مين المقصود؟ ميخائيل الكبير يقول إيه؟ وكان الظاهر أن المجمع ينعقد بسبب أطيخة، لكن الحقيقة أن غايته كانت إدخال النسطرة، لذا أرسل مرقيان يطلب عودة نسطور من المنفى. يعني شوفوا، يطلبوا نسطور وأطاخي يون ما يحضرش طب منين ده؟ هو المجمع معمول عشانه. يطلبوا نسطور وأطاخي ما يحضرش المجمع، لذا أرسل مرقيان يطلب عودة نسطور من المنفى بواسطة يوحنا تريبون اللي هو التريبيون يعني. فعاد نسطور فرحا وكان يسخر من العذراء مريم بصوت عال قائلا: من أنت يا مريم؟ ولماذا تنعتين بوالدة الإله أو بوالدة الله؟ فأدركه العقاب للحال مثل أريوس، السقط من مركوبه فقطع لسانه ودب الدود في فمه ومات في الطريق، كما عوقب دروسيئوس رافقه بالعقاب نفسه. وقد تألم مرقيان لهذا الحدث، أما يوحنا التربيون فحمل رسائل مماثلة إلى البابا ديوسكوروس ويوبناليوس أسقف أورشليم ليحضر المجمع، وأطلعهما على كيفية موت نسطور. ولما تهيأ الأساقفة للاجتماع
أمر الملك أن يتم الاجتماع في نيقيا، وأن يكون عدد الأعضاء 318 أسقفاً تشبهاً بالآباء القديسين، غير أن العناية الإلهية لم تسمح بأن يتخذ الاسم سبباً للضلال، فحدثت هزة وانهارت كنيسة نيقيا الكبرى، فعاد الملك وأمر أن يجتمعوا في خلقدونيا. وهنا يصرح ميخائيل الكبير بأنه كان الظاهر أن المجمع ينعقد بسبب أطاخي، ولكن حقيقته هي إدخال النصارى. وهذا بالفعل ما فهمه آباؤنا منذ الابتداء، فرغم الادعاء بأن المجمع انعقد بسبب أطاخي، إلا أنه لم يسمح لأطاخي أصلا بالحضور لكنه نفي. ونجد نفس الاتهامات التي وجهت لأطاخي هي نفس الاتهامات التي وجهت للبابا كيرلس من قبل، ولكنه استطاع أن يرد عليها ويفندها، فأصبح من الصعب إلصاق هذا الاتهام به، ولا سيما أنه ذو مكانة وتعليمه وكتاباته كثيرة ومنتشرة تنفي هذه الاتهامات عنه. فأخذوا أطاخي وسيلة سهلة للحكم عليه والتضرع به لإقرار النسطورية، فأطاخي ليس هو المعلم الذي له عظات وكتابات تدافع عنه، ولكن كلها كانت اتهامات مرسلة. هذه المحاولات، محاولة تبرئة نسطور، بدأت منذ مجمع أفسس 431، حينما تأخر الفريق الأنطاكي ومعهم سؤدوريتوس عن حضور المجمع، ثم عقدوا مجمعا وأدانوا فيه البابا كيرلس وتم سجنه، واتبع برضو الأساليب الملتوية وبعثوا للمجمع قراراتهم كأنها هي قرارات المجمع المسكوني. ظلت المحاولات لإظهار أرثوذكسية نسطور مستمرة بقيادة سؤدوريتوس، ولا سيما بعد الإدعاءات الخاصة بالمصالحة، مصالحة 433، واختزلوا كل الاتهامات الموجهة إلى نسطور في أنه عزل لأنه لم يقبل أن العذراء كانت والدة الإله ولا شيء آخر. حكاية الاختزلوا الاتهامات ديت قالها البابا كيرلس في أحد رسائله، رسالة رقم 61، يقول: ولكن حيث أنه من المحتمل أن البعض يخدع بهذا الفعل، ده البابا كيرلس اللي بيتكلم، ويقولون أنه نسطور يعني عزل لهذا السبب بالذات لأنه لم يقبل أنها كانت والدة الإله ولا شيء آخر، فإني أعتقد أنه يجب أن يقال أن هذا التصريح لم يكن هو السبب الوحيد في عزله، ولكن أيضا تصريحاته الكثيرة جدا التي وجهها كسلاح ضد العقائد الحق. ده مين اللي بيقول كده؟ البابا كيرلس. أنا بجيب لكم يعني المحاولات دي مش جديدة، قديمة. غير ادعاءاتهم أن يختزلوا الخلاف بين نسطور والبابا كيرلس، أولا أن عشان ما بيقولش العذراء والدة الإله، واعتبروه أن خلاف شخصي بين اتنين، يعني مش يعني مجرد اختلاف بين شخصين، وده اللي قاله هيبة اللي تم حله أيضا في مجمع خلق دنيا. في الرسالة إلى ماريس اللي أساء فيها للبابا كيرلس، ولسه هنشوف الموضوع لسه كبير، لأن بعد مجمع خلق دنيا قامت الهوجة، إزاي حللتوا ده شيء؟ بيشتموا علنا في البابا كيرلس، وإزاي تقولوا إيمان كيرلس؟ فعملوا مجمع خامس حرموا كتاباتهم وحلوهم هم، سموها الفصول الثلاثة، كان من ضمنها رسالة هيبة لماريس. أنا بس بستبق حاجات. فالرسالة لماريس يقول إيه بقى هيبة؟
لقد نشأ خلاف بين الرجلين نستور وكيرولوس، فصوب كل منهما نحو صاحبه عبارات صارت عصرة للآخرين، يعني خناقة بين اتنين كده، يعني ما هيش حاجة تخص الإيمان. فنستور استنكر في مقالاته كون مريم المغبوطة والدة الإله، حتى ظن الكثيرون أنه مالئ بدعة بولس الصاموساتي القائل أن المسيح إنسان محض، أن الناس شكوا فيه، لكن هو مش كده في نظر هيبة يعني. أما كيرولوس ففي نقده أقوال نسطور سقط في بدعة أبوليناريوس، ذلك أنه ماثل بالقول. ده الاتهام ده موجه لمين؟ للبابا كيرلس. دي ذكرها ماري أغناطيس يعقوب الثالث في كتاب تاريخ الكنيسة السريانية. فقد تصوروا أن بإقرار نسطور بأن العذراء والدة الإله يصبح مبررا من الاتهامات الموجهة إليه، وذلك مثل ما سبق وفعل سؤدوريتوس وبعض الشرقيين بخداع، وصفه البابا كيرلس ولخص موقفهم قائلا ده الخداع اللي عمله سؤدوريتوس. المشكلة والدة الإله في مصالحة 433 قالوا له تتنازل عن كتاباتك والبنول، فرفض. ما هوش خلاف شخصي، ده مجمع لازم تخضعوا لقرارات المجمع. ايه قرارات المجمع؟ اولا تقبلوا كل قراراته والكتابات اللي اعتمدها، وكان على رأس هذه الكتابات البنود الاثناشر، حرم نسطور، العذراء والدة الإله، ماكسيميانوس بطرك بدل نسطور، وهكذا. فلما ما لقوش بد يعني ما فر، قالوا خلاص، بس كان عندنا كذا مشكلة كده، في ناس كان حرمهم ماكسيميانوس ممكن تحلهم، رفض يحلوا. ايه رأيك في الرسالة بتاعت البابا أثناسيوس لبكتيتوس؟ قال لهم لو مظبوطة تبقى كويسة طبعا، فجابوها لقاها مزورة والدوام السليم. ادي موضوع تاني. موضوع تالت قالوا له طب في ناس بيتهموك بالأبولينارية، واحنا دافعنا عنك وردينا وقلنا كذا كذا كذا، وايه رأيك في ردنا دوت؟ فاخدوا كده يعني انا وهو رد بقى، قال كتب الشرقيون قالوا كده، اما اللي بيتهمونا فكتب رد، هو ميز بين اللي قالوه. راح عرض الايمان ده، قعدوا يدعوا انه ده هو الوثيقة اللي على اساسها تم المصالحة. قال عنهم البابا كيرلس ايه؟ انا بجيب لكم ليه كانوا قابلين نسطور في خلق دنيا، حبوا يختزلوا ان بس العذراء والدة الاله والاتحاد في الاقنوم وحاجات زي كده يعني. فالبابا كيرلس لخص موقف الشرقيين اللي هو كان بقيادة سؤدوريتوس، قال بيقول فقد كتب الاساقفة الشرقيون طالبين الشركة وقائلين ان العذراء القديسه هي والده الاله. ده بعد ما بداوا يدعوا بقى كتب الكلام ده. قال ثم اضافوا خلسه بعض تعاليم مخالفه، وقد اعتبروا ليسوا انقياء تماما من هزر نسطوريوس. يعني شوفوا المحاولات من ليها تاريخ قديم. وفي الواقع ان نسطور بالفعل في حياته كان قابل ان العذراء والدة الاله، بنقول في الواقع ان نسطور بالفعل كان قد قبل ان يستعمل عبارة السيوتوكوس على ان تعني ان الهيكل الذي تكون في مريم بالروح القدس قد اتحد باللاهوت، وده جت في مجموعة الشرع الكنسي لحنانيا إلياس كساب، بيقول وأقصى ما يمكن أن يسلم به نسطور بأن العبارة سيوتوكوس والدة الإله يمكن استعمالها على أن تعني أن الهيكل الذي تكون في مريم بالروح القدس قد اتحد باللاهوت. وهذا ما عبر عنه سؤدوريتوس في رسالته العامة،
التي قدم فيها عرض موجز للتعاليم الأنطاقية ومما جاء فيها بأنه يمكن أن تدعى بكل من والدة الإله ووالدة الإنسان، ولا يقفون في طريق هؤلاء الذين يستخدمون اللقب السابق والدة الإله للتعبير عن قوة السر. يعني صدرت سؤال، ممكن نستخدم الايه التعبيرين؟ شوفوا التلاعب يعني بالألفاظ ازاي. في كتاب بقى الأحاجي لماري أغناطيوس يعقوب الثالث يكتب ما سجله القديس فيليكسينوس. القديس فيليكسينوس المنبجي دوت من المعاصرين لهذه الأحداث. ما سجله القديس فيليكسينوس من أحداث مجمع خلق دنيا، وكيف أنها تمت في أواخر حياة نسطور، وأنه كان موافقا عليها ومؤكدا، اللي هو نسطور، على أن تعليم فيليبيانوس ولاون هي نفس تعليمه. يعني نسطور كان راضي عن تعليم فيليبيانوس ولاون والمجموعة دي. فبيقول وهذا الأمر بالذات يوضح لنا مار، له اسم آخر لكن هو اسم القديس فيليكسينوس، قائلا لقد جرت هذه الأمور في أواخر حياة نسطور. قيل أن كل شيء أرسل إليه وهو مما في منفاه، أرسل لنسطور يعني، مع قرار فيليبيانوس ورسالة لون. ولولا أن عجل قضاء الله الرب فرفعه قبل التئام المجمع الخلقدوني الذي دعي إليه هو أيضا مع الأساقفة الآخرين، إذن لحضره. وهذه الأمور لم أسمعها من مصدر بسيط، ده القديس فيليكسينوس اللي بيقول، بل تأكدت من صحتها من نفس الشخص الذي أوفد ليدعوه إلى المجمع. ففيليكسينوس كان معاصر، وزكريا الفصيح كان من نفس الجيل، أورد هذه الحقيقة. ويستطرد إن هذا الأمر يتضح مما كتب نسطور نفسه إلى مشيعيه في القسطنطينية، منزهلا مما كتب فيليبيانوس ولاون ومثنيا عليه، يعني بيمدحهم يعني، ومؤكدا أنه بالحقيقة تعليمه بالذات، وأن لاون وفيليبيانوس وإكليروس القسطنطينية يوم ذاك كلهم يؤيدونه. ولكي يدعم مار فيليكسينوس قوله هذا بالبرهان الدامغ، اقتبس من تلك الرسالة العبارات التالية. العبارات التالية لنسطور: لقد علمت الأمور التي جرت بواسطة الورع فيليبيانوس أسقف القسطنطينية ضد أوطيخة والذين ارتأوا مثله قبله. يقصد مين؟ نعم؟ كده صحيحين صحيحين صح، يعني حتى أوطيخ البابا كرولوس استوقح أن يقول حينا وهو عدو الإيمان الحق الدائم أن اللاهوت تغير، وأن الإله الكلمة صار جسدا مثلنا، وأنه ولد وتألم. ثم الأمور التي جرت بواسطة المؤمن لاون رئيس الكهنة الذي ناضل من أجل الإيمان الحق وقاوم المجمع المزعوم، يعني أفسس الثاني 449، وحمدت الله باجتهاد كبير وما زلت أحمده كل الأيام. وأعلم حقا أنتم أيضا المعلمون من الله أن هذا هو ابني وتعليمي، أي أن ما حدده الرجلان الطاهران فيليبيانوس ولاون الآنفة الذكر هو تعليم الإيمان الحق. وهكذا فيما أن الجميع ولا سيما الإكليروس متمسكون بتعليمي، فما لي أنا وحدي أدان وأحرم وأنبس كمبتدع نتيجة الحسد. لو كان عاش كان هيبقى فوق على أول القائمة يعني. وقد علق ماري إخسونيو اللي هو فيليكسينوس
قائلا أنه نسطور يحسهم بهذه الرسالة على تنوير الغير بهذه الأمور، ليفهم الجميع أن تعاليم المجمع الخلقدوني وفلبيانوس ولاون هي تعاليمه بالذات، وأنها عرضت عليه أولا ورتبت بحسب رأيه، وأن المجمع المزمع أن يلتئم في خلقدون سيثبتها. أجل، لقد امتدح نسطور ما آتاه فلبيانس في محاكمته أطاخي، وأكد أن ذلك التعليم القائل بالطبيعتين إنما هو تعليمه بالذات، ذلك أن فلبيانس بحجة أطيخة عمل على نبذ تعليم الطباوي كيرولوس. خلي بالكم كلام ده القديس فيليكسينوس، مش أنا اللي بقول دلوقتي ان اطاخي ده كانوا ماسكينه يعني وسيله. القديس فيليكسينوس اللي بيقول كده، هقولها تاني. ذلك ان فيليبيانوس بحجه اطيخه عمل على نبذ تعليم الطباوي كيرولوس ايضا، اذ اتهم كيرولوس من خلال تعليم اطيخه بواسطه نسطور ومن لف لفه بانه متمسك بتعليم ماني وابوليناريوس وأطيخة. وهذا معناه نسطور بقوله لقد علمت الأمور التي جرت بواسطة فيليبيانوس ضد أطيخة والذين ارتأوا مثله قبله، غامزا بالطباوي كيرولوس الذي كانوا جميعهم يكيلون له الشتائم والسباب، وفي شخصي لجميع الآباء الملافنة الأرثوذكس، الملافنة يعني العلماء بالسرياني، الذي عزز كيرولوس ملفنته بالبراهين التي اقتبسها من مصنفاتهم، كما صرح نسطور ذاته بعبارات أخرى من هذه الرسالة قائلا لا تقبل التعليم عن الإيمان سواء كان الذي وضعه كيرولوس أم الذي تضمنته مؤلفات الآخرين التي اقتبس منها البراهين، وأثبت أسماءهم واحدا فواحدا ثم نبذهم مع تعليمهم. ده نسطور اللي نبذهم يعني، معترفا فقط بسؤدوروس ولاون وفلبيانوس، بسؤدوريتوس ولاون وفلبيانوس، وبالذين كانوا على يقين من أنهم يسلمون برأيهم. أما الآباء الذين نبذهم فهم غرغوريوس العجائبي أسقف قيصرية الجديدة، يوليوس أسقف روميا، باسيليوس أسقف قيصرية الكبادوك، أثناسيوس أسقف الإسكندرية، فلسطينوس روميا، بروكلوس القسطنطينية، وجميع الذين يسلمون برأيهم. وبعد أن استعرض أقوال كل منهم وهي التي شجبه المجمع الأفسسي الأول بالاستناد إليها، قال الذين كتب إليهم هذه الأمور لا تقبلوهم، فإن أقوالهم مقنعة ولكن ليست قويمة، أي أن هذه التعليم المرذولة والمفسدة للنفوس هي وليدة بدع ولنتينوس وأبوليناريوس وأريوس وماني وتستوجب الحرم. أما أنتم فاعتقدوا كالقديسين شريكين المعلمين فيليبيانوس ولاون، وصلوا ليلتئم مجمع مسكوني كي تثبت فيه تعليمي، أي تعليم الأرثوذكسية جمعاء، وإني لواثق أنه إذا التأم المجمع سيتم هذا أيضا بعون الله. وهو يشير إلى المجمع الخلقدوني الذي التأم فور موته وأيد تعليمه بالفعل. الرسالة دي جت في كتاب اسم الأحاجي، كتبه ماري أغناطيوس يعقوب الثالث، بطرك الكنيسة السريانية الشقيقة. وهنا نستطيع أن نفهم الروايات التي قيلت بخصوص قبول نسطور لقرارات مجمع خلق دنيا، رغم أنه مات قبل انعقاده، بأن المقصود بها هي القرارات والطوموس لاون الذي مررته بلخاريا على الأساقفة للتوقيع قبل انعقاد المجمع. أما بنقول ده نسطور قبل، يقولون انت بتقولوا كلام ازاي اذا كان نسطور اصلا مات قبل المجمع ما ينعقد. لا، القرارات والطومس اللي هو كان بيمر قبل المجمع كان
نصور قابلها وكان رايح يحضر، وأن كل ما تقرر في خلق دنيا كان بموافقة نصور، ولولا موته لكان من بين أعضاء المجمع مثله، مثل سؤدوريتوس وأوسابيوس وهيبة. وبالفعل سنجد أن ما قرره المجمع هو نفس تعاليم نصور، ولكن متخفية من خلال التلاعب بالمصطلحات ومدلولاتها. وبعد ما هنخلص الجزء التاريخي في خلق دنيا هندخل في جزء لاهوتي هنشرحه بالتفصيل. كما يظهر أن الآباء أمثال القديس فيليكسينوس قد فهموا أن فريق أصحاب الطبيعتين قد عملوا على نبذ تعاليم الطباوي البابا كيرلس، إذ اتهم كيرلس من خلال تعليم أطاخي، ووصف أيضا بالأبوليناري، وهو بالفعل ما قد تم اتهام البابا كيرلس به أثناء حياته أيضا. الأمور ماشية معهم مرحرحة ويعني فوق ما يتوقعوا، سقف الطموحات علي، سقف الطموحات علي، فكل اللي هم أتباع نسطور وكان عندهم الفكر بتاعه طلبوا من الملك أن يترأس أودوريتوس المجمع. الكلام ده مش كلامي، أولا جه في ميخائيل الكبير قيل وحس جماعة نسطور الملك على أن يترأس أودوريتوس المجمع، فاجتمع كل أعداء القديس ديسكوروس وممثله لاون، أولئك الذين سبق ووافقوا على الطومس ووقعوا عليه، مع كبار مستشاري الملك كافة، وأفسح لهم المجال أن يعبسوا كيفما شاءوا. فدخل الجميع إلى هيكل الشهيدة أفومية، وجلس الرؤساء أمام المذبح، وجلس عن يسارهم ممثل لاون وأناطوليوس أسقف القسطنطينية وماكسيموس الأنطاكي وتلاسيوس أسقف قيصرية كابادوكيا واستيفانوس أسقف أفسس وبقية أساقفة المشرق. وعن اليمين جلس ديوسكوروس أسقف الإسكندرية ويوبيناليس أسقف أورشليم، وذاكر بعض الأسماء. زكريا الفصيح أيضا يذكر هذا، أن جماعة النصاطرة ترجوا الإمبراطور مرقيان وتوسلوا إليه بأن يعين سؤدوريتوس رئيسا للمجمع، وبحسب كلماته يجب أن يقرر كل موضوع. فيستدرك زكريا الفصيح ويقول حينما اجتمعوا في خلق دنيا فإن سؤدوريتوس دخل المجمع وسلك بجسارة كأسقف مقرم، وهو الذي قبل وقت قريب كان قد نبذ من الكهنوت، وفي الوقت الذي كان البابا ديوسكوروس والأساقفة الحقيقيون مغتاظين ومتضايقين من الغطرسة والعقرفة التي أظهرها سؤدوريتوس، لكنهم لم يستطيعوا أن يوقفوا ذلك لأجل السلطة الملكية، برغم أنهم رأوا أن القوانين محتقرة ومصدرة بواسطته وبواسطة هيبة أيضا بمساعدة ممثلي لاون الذين كانوا معاونيهم ومحرضينهم على الشر. يعني بالفعل كان سؤدوريتوس هو الرئيس الفعلي للمجمع وإن كان بصورة غير رسمية، فهو الداعي والمخطط والمفسر للمجمع. لو تفتكروا قلنا المرة اللي فاتت إن هو اللي دعا للمجمع عن طريق صديقه أناطوليوس الأرستقراطي.
وهو المخطط وهو المفسر. هنشوف. نرجع للبابا ديسقورس. وصل للمنطقة هناك، كل الأسافة بالإجماع كانوا وقعوا على طومس لون. مش عايلين هم غير واحد فقط، بابا ديسقورس. يعملوا معي كان في كتاب عمله القمص أرمانيوس حبشي السورياني من دير السوريان عندنا، كان في منتصف قبل منتصف القرن العشرين، أنا ما شفتوش طبعا، كان قبل. عمل كتاب اسمه بطل الأرثوذكسية العظيم ديسقورس. الكتاب ده قدم له نيافة الأنبا أوراريوس، عمل له مقدمة رائعة ونشرته مكتبة المحبة. رجع فيه لمراجع قديمة ومخطوطات قديمة، من ضمنها كتاب مضمون المجمع الخلقدوني اللي أنا برضو رجعت ليه في بعض الأمور. فذكر بقى ما يخص البابا ديسقورس اللي هم ما ذكروهوش، فأنا جايبه هنا يعني. فبيقول إن الأساقفة المقطوعين أوعزوا إلى الملك مرقيانوس أن يأخذ الأب ديسقورس باللين وأن يظهر له من التعظيم ما يجعله يخضع لمشيئته ويقبل رسالة لون ويعفو عن الأساقفة المقطوعين. وارتاح الملك لهذه المشورة ودعا الأب ديسقورس بطريرك الإسكندرية وأناطوليوس بطريرك القسطنطينية وماكسيموس بطريرك أنطاكيا ويوبيناليوس أسقف أورشليم وماركوس أسقف أفسس وثلاثة من الأساقفة المقطوعين، وعد لهم ثمانية كراسي في البلاط الملكي أمام عرش الملك، وعد كرسيا للملكة بولخاريا. طبعا كرسي الملكة منفصل عنه. وقف أحد الأساقفة المقطوعين وقال: إن الملك محب لكم وراغب في صلواتكم، فلا تخالفوه ولا تغضبوه. طبعا البابا ديسقورس من أول ما جه على شواطئ آسيا والمشوار بقى طويل، عقبال ما وصل كان ديري بكل حاجة وعارف كل حاجة، وكان له من الحكمة طبعا والفهم والحنكة الكثير، وكان معاه القديس مكاريس أسقف إدكو. وحصلت حاجات جميلة روحية ومعجزات، ولا سيما من القديس مكاريس أسقف إدكو، لكن مش مجال ذكرها هنا، لأن أحيانا لما بتذكر في سياق موضوع زي كده البعض يظن ان دي بتبقى حاجات احنا بنخترعها او بنقولها لتعضيد فكرنا، لكن بنعتمد اكتر على المنطق والعقل والنقل الموثوق فيه في برهنة الحقائق التاريخية اكتر، وبعدت عن الامور التي فيها دغدغة للمشاعر. فطبعا لما قال كده
أحد الأساقفة المقطوعين أن الملك محب لكم وراغب في صلواتكم، فلا تخالفوه ولا تغضبوه. فرد البابا ديوسكوروس وقال: ونحن أيضا أكثر محبة للملك، ونتمنى له الخير والصلاح دائما مع طول الحياة، راجين أن لا يكون عليه خطية ولا ذنب من جهة الدين. وبراجع يعني بعد شوية، طبعا مش هقدر أقرأ لكم كل حاجة، بس بختار يعني بعض المقاطع. يقول: فتداولوا الأساقفة مع الأب ديوسكوروس بخصوص قبول رسالة لون. قالوا له أنه يعني إيه وقع على رسالة لون، ولكنه لم يلتفت إلى هرائهم. أول لما قالوا له كده لم يلتفت لكلامهم، وجه الكلام إلى الملك قائلا: لا يصغى إلى قول لون بأمانة غير مستقيمة، ولا يقبل زيادة أو نقصا على الأمانة المستقيمة التي وضعها الآباء القديسون. مين اتغاظ من رده؟ أما وجه الكلام أنه لا يصغي إلى رسالة لون أو أمانة لون غير المستقيمة، ولا يقبل زيادة أو نقصان على الإيمان المستقيم اللي وضعه الآباء. اللي اتغاظبوا الخارية، فيقول: وغضب الخارية تشبث الأب ديوسكوروس بالأمانة الصحيحة، ولاحظت العجز البادي من الملك والأساقفة المقطوعين في إقناعه بالعدول عن مقاومة الملك، وعدت هذا تعاليا على ملك مفروض في هؤلاء الأساقفة الخضوع له بما فيهم ديوسكوروس. ولكن قوة مراز ديوسكوروس قد أثارت حفيظتها، لأن كان أول واحد تلاقيه كده كله مجرد بس فيروحوا إيه موقعين. ولكن قوة مراز ديوسكوروس قد أثارت حفيظتها، فجعلتها تخرج عن احتشام الملكات وترفع صوتها موبخة للأب ديوسكوروس قائلة: لقد كان في أيام والدتي أفدوكسية إنسان متكبر مثلك، تقصد القديس يوحنا ذهبي الفم، وأنت تعرف أنه لم يرى من جراء مخالفتها خيرا، وأرى أن حالك سيكون مثله. طبعا البابا ديوسكوروس لم يهتز، لكن رد عليها قال لها ايه بهدوء بقى: وانت ايضا تعرفين ماذا اصاب والدتك لاضطهادها هذا القديس، وكيف ابتلاها الله بالمرض الشديد في الموضع الذي تعرفينه، ولم تجد لمرضها هذا دواء ولا علاج حتى مضت الى قبره وبكت عليه وحملت جسده إلى هذه المدينة بكرامة عظيمة ودموع كثيرة، فتحنن الرب عليها بالشفاء. الحقيقة لما قال لها كده مدت يدها ولطمته بغيظ شديد على فكه لطمة قوية حتى أسقطت من فم درسين. هو قال لها كده، راحت هي بعزم ما فيها ضربة على وشه فكسرت له درسين من سنانه. طبعا هي مجرد ما عملت كده طبعا الحراس اللي موجودين قالوا: لا خلي عنك انت بقى، يجامله، فانهال عليه
بعض الحراس والأساقفة المقطوعين، وأوسعوه ضربا موجعا، وأمعنوا في السخرية منه والهزء به، حتى إنهم نتفوا شعر لحيته، وقد لحق به من الهوان والتحقير في ذلك اليوم الشيء الكثير. البابا ديسكوروس جمع الدرسين دول والشعر اللي ننتفوا منه، وبعثوا في رسالة لأولاده في الإسكندرية، قال لهم هذه ثمرة جهادي لأجل الإيمان، وأعلم أنه قد نالتني آلام كثيرة في سبيل المحافظة على أمانة أباء القديسين. أما أنتم الذين بنيتم إيمانكم على صخرة الإيمان القويم، فلا تخافوا السيول الهرطقية ولا الزوابع الكفرية. الكلام ده جه في تاريخ المجامع لابن المقفع وتاريخ المجامع للمنبجي. طبعا لما حصل كده ولقوا منه مفيش فايدة، فبدأ في تدبير المؤامرة، مؤامرة الأشرار. استدعت بلخارية مع مرقيانس زوجها الأساقفة المحرومين، وتآمروا على الأب ديسكوروس، وتداولوا في الطريقة التي بها ينتقمون منه، وفكروا كثيرا وتداولوا طويلا حتى اهتدوا إلى هذا القرار، هو أن يعقد المجمع بأعداد كبيرة، وأن يكون مكانه في بلد نائية. عشان كده هنا الحكمة اللي زي ما قلت لكم يعملوه في خلق دنيا مش في القسطنطينية. واستقر الرأي على أن تكون خلق دنيا، وطبعا لأن الأساقفة اللي معاها ولاسيما المحرومين يعرفون مقدار أنفسهم على المستوى اللاهوتي، وقوة وثبات وقوة حجة البابا ديسكوروس، فأشاروا على الملك أن يصدر أمرا لمندوبيه ألا يسمحوا بمناقشته في أمر الإيمان. قالوا له ما يتحدش يدخل معاه في موضوع الإيه؟ الإيمان خالص، وأن يقتصر البحث في إعادة المقطوعين وقبور رسالة لاون ومجمع نقيا، وصدر مرسوم ملكي بذلك اللي هو هيدخلوا معاه في الإجراءات. انت عقدت مجمع، انت قطعت ناس، لكن أمور الإيمان قالوا نتجنب الدخول معاه ايه فيها خالص. وبكده هيبدأ المجمع ينعقد، وندخل بقى في التفاصيل المريرة اللي صاحبت هذا المجمع الشؤم، اللي أعضاؤه محرومين، أعضاؤه والمتولين السلطة فيه كلهم إيه؟ مقطوعين. فهو مجمع باطل غير شرعي من الأساس. هنكتفي بهذا القدر ونكمل المرة الجاية إن شاء الله.